السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. اليوم إخواني أخواتي عنا جورجات فارسي، هاد الخضرة هكا راني مخويتها من زريها. المكونات عنا طماطم محكوكة، عنا بصل، عنا توابل فلفل أحمر، كركم، فلفل أسود، عندنا ثوم، عندنا فلفل اسود، وعندنا زنجبيل، عندنا حمص، عندنا كفته، عندنا ارز هذا راه طايب نص طياب، عندنا بصل ولحم، والقدر فيه الزيت. نضع البصل يتقلى ومن بعد نزيدوا الطماطم والتوابل والحمص ونكملوا باقي المكونات. نضع بصل قلب، على نار متوسطة، نجيب هذا الأرز، نضع ملح، كمية من الملح درنا فيه الملح اللي كنا نطيبوه، نزيدو هاد التوابل، فلفل أسود، زنجبيل، ثوم، هاد التوابل يدخلو هنايا في اللحم، فلفل أسود، زنجبيل، ملح، ثوم، بصل، كفتة، والروز هذا طايب نص طياب، نخلطو بهاد المكونات معاك. نذوقوا الملح، نزيدوا توابل هذوك على صوص، فلفل أسود، فلفل أحمر، كركم، نجيبو هاد الكابوية نعمروها، نمرقو ونزيدو الحمص هذا، كمية من الملح هنا، المرق مع الحمص، خليها طيب. نعمر هاد الكابويا ها هي، دوك نعمرهم نكملهم نعاودو نتلاقو ها هي كيما هاك. عندك الاختيار البطاطا، عندك كابويا، عندك شحال من خضرة اللي تنجم تعمريها ها هي، نعمرهم ومن بعد نوليكم. والان اخواني اخواتي نضيف بعد ما طاب لينا الحمص نص طياب، نضيف هاد الكابويا هنا، والبطاطا عندك الاختيار، بغيتي تزيد بيه البطاطا زيدي ها. وضعناها في الطنجرة، هاد الكابويا، الكورجات معمرة باللحم المطحون مفروم، والبصل والأرز طايب نص طياب، نديروها فوق النار درك، من بعد كي طيب نوريكم. إخواني ها هو طبق اليوم، راكم سربوه، بصح التقديم نوريو ليكم. ها هو في الأخير إخواني أخواتي كي جا الطبق تاع اليوم. الكفته اللي تبقى لك ديريها هنايا، زيدي البطاطا ولا زيدي اي حاجه. ها طبق اليوم ديريه
تمتعي بيه وما تنسوش الاشتراك، ديروا لنا ابوني وتشتركوا مع اصحابكم. شاركوا واشتركوا. هذا طبق اليوم بالصحة والراحة. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه.